نختم نشرة من فاس. الدورة 15 لمهرجان فاس للثقافة الصوفية انتهى أمس بحفل أنشدت فيه القصائد الصوفية من الطريقة الحراقية، أداها ألمع أصوات الطرب الأندلسي المغربي. روبورتاج أسامة أفقر، علاء الدين حميني. وسط حديقة جنان سبيل بفاس، المنشد والملحن سعيد بالقاضي وفرقته الموسيقية قدما للحضور أجمل القصائد الصوفية. اللوحات الفنية هي تدل على الهوية المغربية الأصيلة، واللي هي كتربطنا بالماضي الروحي ديالنا، لأن الزوايا شنو هي؟ هي امتداد الأشعار. كنوجدوا أشعار اللي عندها أكثر من 1000 سنة، كاين أشعار اللي عندها 600 سنة، كاين أشعار اللي عندها 200 سنة. إذا هذا هو، حنا كنحاولوا ما أمكن أننا نحافظوا على هذا الموروث الفني المغربي الأصيل. الحفل الختامي للمهرجان خصص لتكريم أحد أعلام التصوف المغربي العربي الأندلسي، وهو الشيخ الراحل سيدي محمد الحراق. هذه الليلة عندها واحد الطبع خاص، تتطبع هذا العنوان اللي أعطينا المهرجان، اللي هو الوجد والمعرفة. والوجد سيكون حاضرا بشكل خاص في هذه الليلة إن شاء الله، اللي غادي تكون مطبوعة بنفحات الصوفية وبالشعر سيدي محمد الحراق. مهرجان فاس للثقافة الصوفية يسعى منذ بدايته قبل سنوات كثيرة إلى استدامة تلقين التراث الثقافي الروحي للتصوف. والنبأ والرياضي أخير.